بس والله الموضوع مش مستاهل قوي كده، وبعدين هما مش هيقدروا يخلونا نعمل حاجة احنا مش عايزين نعملها. ما بيزهقوش خلي بالك. يعني اقصى حاجة هيعملوا ايه؟ هيخطفونا؟ هيمضونا بالإكراه يعني؟ ايه؟ لا مش هيمضونا بالإكراه، بس جراب الحال بتاعهم مليان. مش مهم، هنقف قدامهم وهنحارب. ولو احنا مش هنحارب عشان بيوتنا، امال هنحارب عشان ايه يعني؟ بس انت مكانش لازم تبقى منفجر كده ومتعصب قوي، خليك كده هادي. جدع انت، زمان كنت اهدى من كده، كانت الدنيا اروق وفي حد شايل عنه، مكانش فيه كل الدوشه دي. الدوشه دي مشكله، الدوشه دي جوه دماغك انت مش براها. جوه دماغي ايه؟ انا عندي ست عيالي جننوا المجنون. طب ما انا قدامك اهو، انا اصلا كنت زوجه تانية ومتطلقه وانا صغيره وشايله بيبي فوق دماغي ولوحدي ومحدش بيساعدني، ورغم كده انا قدامك اهو عرفت امسك الدوشه دي اللي جوه دماغي، والا ما كنتش هتلاقيني واقفه قدامك هنا دلوقتي وبتكلم معاك. جدع عندي انت بقى اجدع. طيب بص لي الولاد. بص مين؟ الولاد. نسيت. هي دايما انت بتنسى كده. ممكن تبصهم المرة دي بليز، واحد 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 واحد. يسمر يا روحي يا امتداد النيل، 2000 سنة ويفضل كلامي جميل. يا دي فؤاد حداد، انا بحبه. بحبه زيك، بس يعني مش كده، مش كده يعني. انا همشي بقى، شنطتي اهي ماشيه. باي باي. مي رايحة فين؟ رايحة مش لسه قاعدين؟ ده احنا ما شربناش حاجة. مي اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.